السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ عاملين ايه يا بنات؟ ايه الأخبار؟ اتسألت كتير ان اتمسح مني صور وعايز ارجعها، اتمسح مني فيديو وعايز ارجعه، الفلاشة بتاعتي اتفرمطت وعايز ارجع اللي كان موجود عليها، الهارد بتاعي اتفرمط وعايز ارجع اي حاجة كانت موجودة عليه، كارتة الميموري بتاعتي اتمسحت وعايز ارجع اللي كان عليها او عملت لها فورمات غصب عني وعايز ارجع اللي كان موجود عليها. دلوقتي في برامج كتير بترجع الحاجات المحذوفة، منهم برنامج الايزيوز داتا ريكفري وفي الوندر شير ريكفريت، في كذا برنامج يعني الاتنين دول انا بستخدمهم، ولكن الوندر شير ريكفريت دوت في نسخة مدفوعة منه عشان ترجع الحاجات اللي حجمها كبير ده، تمام؟ فانا بستخدمه في الحاجات البسيطة، انما الايزيوز داتا ريكفري ده يعني من الحاجات الكويسة يعني، وانا جربتها شغال معايا كويس، ما بيقولش لأ. وبرضو انا باخد بالي قوي من الحاجات بتاعتي المهمة انها ما تتمسحش مني، فده اول يعني نصيحة لازم تبقى واخد بالك، يبقى في الضرورة القصوى بس استخدم البرامج دي، تمام؟ طيب هنروح دلوقتي، انا حاطط الفلاشة عندي مثلا، لو رحنا على الكمبيوتر جوه هلاقي ان دي الفلاشة بتاعتي، فيها ملفين اهم، في فيديو وفي ملف وورد، تمام، موجودين عندي. طيب انا هروح اعمل كده، كليك يمين على الفلاشة واقول له فورمات، تمام، بيقول لي انك انت الفايل سيستم هيبقى ان تي في اف اس ويبقى شكلها عامل كده، هقول له اوكي ماشي ستارت انك تفرمطها لي، تمام. نستنى بس لحظة كده، هيقول لي ان احنا تم الفورمات او التهيئة او المسح بنجاح، تمام؟ تمام، فورمات كومبليت، تمام؟ هقول له اوكي وهنقول له كلوز على ديت، ونخش جوه على دي او على الفلاشة، مفيش حاجة موجودة عليها، وايه ده؟ الحاجات بتاعتي اتمسحت، تمام؟ طيب هروح فاتحين البرنامج بتاعنا، هيقول لي كده، اقول له اوكي ماشي يس، يبدأ يفتح معايا بالشكل ده، تمام؟ فتح البرنامج بالشكل ده كده، جاب لي كل حاجة موجودة عندي، شايفين ده السي، ده السي بارتيشن سي بتاعي، وده الاي، ده الجزء ده اللي هو الميت ميجا اللي هم بتوع السيستم بتوع اللاب، تمام. طبعا الدي ديت اللي هي الايه، الفلاشة بتاعتي، تمام، والفلاشة بتاعتي باين ان هي فاضية اهي، تمام. هروح اضغط، اول ما تقف عليها بيجيب لك العلامة الزرقاء دي، اقول له سكان، هيبدأ يقول لي كويك سكان بالشكل ده كده، وهيبدأ يعد معايا ويجيب كل الملفات بتاعتي، تمام، هو 20% اهو، تمام، شايفين كده كل شوية بيظهر حاجة جديدة ان ايه، الملفات بتاعتك هترجع لك تاني ان شاء الله، ولكن تصبر عليه شوية بس كده، الراجل شغال اهو، تمام. بص بياخد الملفات اللي موجودة ويعمل لها زي نظام ايه، كاتوجري كده، بيوزعها الحاجات الجي اي اف لوحدها اللي هي الصور، والام بي 3 اللي هي الحاجات الصوت، الام بي 4 اللي هي الحاجات الفيديو، ياخدها يحطها كده اللي هي بنفس الامتداد، يحطهم لوحدهم، اللي مش فاهم يعني ايه امتداد يخش يشوف الفيديو بتاع الامتدادات، تمام. بص عمال بقى ايه، بيجيب في حاجات كده غريبة موجودة ان هي فايلات بس طبعا ملهاش حجم اصلا، ف حاجات مش موجودة، تمام، وشغال كده الله ينور. طيب ما تيجوا نشوفه كده ايه، نعمل ستوب كده ونروح نشوف احنا كان موجود عندنا ايه، ملف وورد، وكان موجود عندنا على الفلاشة ملف فيديو. طب لو دخلنا هنا، بص هو مش بيرجعه بنفس الاسم، ولكن الملف بتاعنا كان فيديو صغير لقناة دروس اونلاين بتاعت استاذ احمد ابو زيد، تمام. لو دخلنا عليها كده وحاولنا نشغلها، شايفين كده قناة دروس اونلاين، والفيديو بتاعي فعلا ده هو اللي كان دقيقة وشوية دوت، هو ده الفيديو بتاعي، اذا الفيديو بقى موجود ورجع اهو،
طيب تعال نرجع كده خطوة كمان. طب احنا كنا عايزين ايه تاني؟ كنا مستنيين ايه كمان؟ MP3 Wave Course Icon. طب نخش كده، لأ دي الفايلات ديت، الفايلات كده بتاعت ال، نرجع كده تاني ونشوف. يبقى انا كده لقيت حاجة رجعت لي اللي هي ال MP4 ده. طيب لأ مش نفس الفايلات دي، 3D Wave، Wave ده برضو Icon، لأ برضو مش هي. ايه ملف، احنا كان في ملف فور فور ملف وورد كان اسمه سلمى، المفروض ان هو موجود في الحاجات اللي موجودة هنا دي. تمام، على فكرة صور كتير هتلاقيها كانت موجودة اصلا، الحاجات دي كلها كانت اصلا زمان موجودة على الفلاشة، وحاجات كتيرة رجعت منها. شايفين ده كده، ده MP3 يعني صوت، ده رجع كده، كانت موجودة زمان على على الفلاشة ورجعت بالمناسبة يعني. تمام، طيب الملف اللي اسمه سلمى انا مش لاقيه، ولكن هو اكيد رجع هتلاقيه في اي ملف من الملفات دي. وكمان ما تنساش ان احنا ما كملناش، يعني هي دلوقتي 24%، لو سبتها تكمل 100% هنزل لك كل الحاجات القديمة والجديدة اللي كانت موجودة ورجعت لك وانت مسحتها، يعني حتى الحاجات اللي انت مسحتها بارادتك. تمام، كله بتلاقيه رجع عندك. طيب انا لقيت مثلا الملف بتاعي اهو اللي هو الفيديو اللي كان اسمه دروس اونلاين، عايز ارجعه، احدده كده تمام واقول له. شايفين ده في كمان حاجات قديمه كانت موجوده على الفلاشه رجعت اهي، كمان في فايل كمان اهو. تمام، طيب انا حددت ده عايز ارجع ده كده، او حدد الاثنين واقول له ريكفري. تمام، هيقول لي ماشي اوكي ريكفري، وقول لي انت عايز ريكفري ريكفر ترجعه فين. هقول له مثلا انا عايزه على سطح المكتب، اهو احدد له من هنا ديسكتوب واقول له وماله اوكي. شايفين بالشكل ده، عشان هو ملف حجمه صغير طار. بصوا بقى الامتداد بقى في زيس بي سي ديسكتوب، الملف اسمه اهو باسم البرنامج بقى موجود عندي اهو، والفيديو بتاعي اهو رجع لي تاني جميل زي ما هو، مفهوش مشاكل خالص 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 خالص. نرجع بس كده، ايه كمية خالص اللي انا بقولها دي؟ ماشي، نرجع كده ونروح على سطح المكتب نشوف احنا عملناه فين. اهو رجع لي هنا اهو الحاجات اللي كانت موجودة عندي على الفلاشة، واي حاجة كانت ظهرالك على الفلاشة تقدر زي ما احنا بنقول تعمل لها سيف، يعني ما ينفعش تسيبها كده وخلاص. بصوا الالعاب اللي كانت موجودة، على فكرة الالعاب دي كانت موجودة في الفلاشة يعني من اسبوع كده، كنت عامل لها فورمات، كان حد واخدها مني وكان حاطط عليها الحاجات دي، فالحاجات دي كلها واخدين بالكم الحاجات دي كلها رجعت تاني. ده فيلم على فكره، شايفين ده فيلم كامل مساحته، بص حجمه 4068. تمام، ودي الصوره بتاعته، يعني لو جينا نفتح نبص على الصوره ده الفيلم اهو، اكيد شفتوا الفيلم ده بتاع زاروك بتاع الصخره. تمام، فالفيلم كله رجع اهو، يعني شايفين فيلم فيديو كامل اهو. تعالوا اشغله لكم، والله ما انا مزعلكم، بصوا الفيلم اهو رجع، ده كان فيلم موجود على الفلاشه وانا عشان مساحه الفلاشه اتملت فمسحته. تمام، ولكن هو رجع له. تمام، فالبرنامج جميل ولذيذ جدا ومفيد جدا، ومجرد ما اتعلم عليه كده وكده تقول له ريكفر هيروح جاي مرجع لك. بس طبعا انا اختصارا للوقت مش هرجع له، لان انا كده كده مش عايزه. لعبه جاتا 16 وجاتا 7 دي كلها العاب طبعا كانت محطوطه على الفلاشه. تمام، بقت رجعت تاني موجوده. تمام، نفتح بس ده كده كل الحاجات اللي كانت موجوده منه. تمام، يبقى كده احنا استخدمنا البرنامج بشكل كده عملي وقدامكم كلكم اهو. هتقفله بس هقول له اكزت اكزت. تمام خلاص، شكرا منك، شكرا. تمام، ورجع منك الملف. تمام، فالبرنامج اهو موجود عندكم، وهسيب لكم ان شاء الله تحت الفيديو لينك تحميله. على فكره هو بينزل بص في لمح البصر صغير، وبتنزل في منه نسخه للماك وفي نسخه للويندوز، ويدعم كل الويندوز.
تمام، يعني لحد ويندوز 10 تمام. ولذيذ جدا وهينزل بسهوله جدا، مش هياخد منك وقت، واستخدامه زي ما انتوا شفتوا سهل جدا ومفيهوش اي صعوبه تمام. يبقى احنا كده حلينا مشكله الكارته بتاعتي يا مستر اتمسح اللي عليها ومش عارف ارجع اي حاجه تمام. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وشير ولايك للفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.